مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج بالعراقي. يتواصل الحراك السياسي للكتل الفائزة لتشكيل الحكومة ورسم ملامح المرحلة المقبلة في ظل غياب واضح للنساء عن الاشتراك في هذه المفاوضات، على الرغم من أن العديد منهن حصلن على أعلى الأصوات. ترى هل هناك إمكانية للمرأة أن تترشح إلى المناصب التنفيذية المهمة؟ ولماذا لا تشترك في المفاوضات؟ كيف يمكن أن تفرض نفسها؟ وهل يمكن أن تكون للمرأة العراقية أكثر إقناعاً من الرجل في هذا السياق؟ المرأة وحوارات تشكيل الحكومة هو موضوع حلقة بالعراقي لهذا اليوم، نناقشه مع الضيفات العزيزات المختصات بهذا الشأن، الناشطة هناء أدور رئيسة جمعية الأمل، والدكتورة أزهار الشيخلي الوزيرة والنائبة السابقة، والدكتورة علي الإمارة المرشحة الفائزة عن قائمة بيارق الخير، ومعنا عبر الهاتف الدكتورة ماجدة التميمي عضو مجلس النواب العراقي. مرحبا بالضيفات العزيزات، ومرحبا بالدكتورة ماجدة. أنت معنا في برنامج بالعراقي إذا تسمعيننا. نعم أسمعكم. في البدء نبارك لك هذا الإنجاز وحصولك على يعني أعتقد المرتبة الثامنة من الفائزين في كراسي البرلمان، نسبة التصويت عالية مو صحيح؟ نعم المرتبة الرابعة. الرابعة. دكتورة ماجدة، هذه نسبة الأصوات هل تعتبري إنجاز؟ هل الإنجاز الحقيقي هو وضعك في رقم واحد تترأسين القائمة، وهذه أول مرة، وهذه القائمة هي الأكبر في العراق من حيث نسبة التصويت وأيضا حصولها على المقاعد، ما أهمية ذلك من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحييك وأحيي ضيفاتك الكريمات والسيدات والسادة المشاهدين. نعم أشكرك على التهنئة، وإنما هذه الأصوات جاءت لأني عملت بجد 3 سنوات. يعني الإمام علي عليه السلام يقول من تساوى يومه فهو مغبون، حينما سألوا رئيس مجلس إدارة في شركة تويوتا في اليابان قالوا له كيف تعرف الإنتاجية، قال أنه اليوم أكون أفضل من الأمس وغدا أكون أفضل من اليوم. وهذا التحسينات المستمرة الكونتينيوس امبروفمنت، أنا عملت على هذا الشيء. فكان أني يعني خدمت المواطنين الحقيقة، نزلت إلى الشارع، كانت عندي خدمة ميدانية، وفضلا عن استطعت أنه أنقل العمل الأكاديمي إلى اللجنة المالية. يعني كان هذا الاتجاه اللي عملت فيه. أنت رقم واحد بالقائمة دكتورة ماجدة، و هذه هل تعتقدين هي المرة الأولى إنجاز مهم، تغير في مزاج السياسيين العراقيين قبل أن يكون تغير في مزاج الناخب العراقي، وأيضا حصلت على أصوات كثيرة، هل يؤهلك ذلك إلى التفاوض حول المناصب أم القضية فقط يعني نوع ما قدمتي من استجوابات في البرلمان حصلت على هذه الشعبية؟ نعم، اولا انا طبعا اشكر سماحه السيد مقصد الصدر دام توفيقه، لانه هو واثق من قدرات المراه العراقيه. انت تخيل جنابك انه الاحزاب الاخرى اللي توصف نفسها بالليبراليه وبالافكار المنفتحه ما شفت احد انه خلى المراه رقم واحد، ولكن سماحه السيد ومن خلال متابعته لعملي تفصيليا وبكل يعني خلاه انه دكتورة ماجدة رقم واحد، لانه هي مستقلة وتكنوقراط وعملت فيما يرضي الله. فاذا هو خلى المرأة العراقية في مكانها، هذا بالنسبة الى طبعا هذا رقم واحد اعطاني يعني الاخر نظر الى هذا التقييم من سماحة السيد، يعني اعطاني كريدت عالي اكيد. وقضية التفاوض، هذه الأصوات التي حصلت عليها إلى التفاوض، نعم إحنا عندنا هناك ملفات أكلت إلي أنا أعمل عليها الآن بهدوء، ويمكن إذا تلاحظ أنا في الفترة الأخيرة يمكن 4 أشهر 5 أشهر لم أظهر في الإعلام أبدا، وكان هذا شيء مقصود مني، لأن المرحلة هذه تحتاج إلى الهدوء وإلى سرية العمل يعني أفضل
بيكون أدائي من أن أظهر بالإعلام. فهناك ملفات أكلت إلي وأنا أعمل عليها، وفي المرحلة القادمة ستجدني موجودة بالمفاوضات بإذن تعالى. شكرا دكتورة. يعني لأن إحنا قسمنا على شكل مراحل. شكرا دكتورة، لو تسمحي لي تبقين معي لمعرفة آراء الأخوات الحاضرات في هذا الجانب ومشاركة المرأة تحديدا. ست هناء، يعني أنت من المبادرات الناشطات في مجال أهمية أن تأخذ المرأة دورها، كيف تقرأين هذا الجدل، هذه المفاوضات المستمرة، جلوس الزعماء فيما بينهم، ودور المرأة غائب في هذه المفاوضات؟ ما أستغرب. أنا أولاً أحيي زميلاتنا، وفعلاً أتمنى النجاح والموفقية للي فازن واللي أيضاً ممكن نشارك وياهن في دفع المسيرة بتعزيز وجود المرأة في العمل السياسي. ما أستغرب تماماً استبعاد النساء. يعني إحنا شهدنا خلال السنوات السابقة إقصاء، تهميش للمرأة في وجودها في مواقع مهمة في العمل السياسي أو على مستوى القيادة العمل على أجهزة الدولة وأيضا في الأحزاب السياسية، رغم أن المرأة اقتحمت عدد من هذه المواقع، صارت رئيسة حزب، أكثر من حزب أيضا شكل باسم أسماء النسوية، وهذا مهم جدا أيضا. لكن في نفس الوقت نلاحظ أن الطبقة السياسية العليا ما عندها إيمان بقدرة المرأة، وهذه دلالات عديدة احنا مشينا حولها في التأكيد. لكن وجدنا بالمقابل أن الشارع العراقي يثق بالمرأة أكثر مما تثق بهذه الطبقة السياسية، وأنا باعتقادي يعني دكتورة ماجدة حصل أكثر من 50,000 صوت، 55,000 أكثر من 55,000، وهذه انتقالة يعني في مزاج بالضبط. لا مو بس انتقالة وإنما تأكيد، لأن حتى في الانتخابات 2014 يعني ثقة الشارع العراقي بالمرأة كانت هناك 22 امرأة تجاوزت نسبة الكوتا. إحنا اليوم حتى في هذه الانتخابات أكثر من 20 امرأة من مرشحات فازن بدون الكوتا. يعني الأصوات اللي حصلوا عليها مثل ما حصلوا عليها زملائهم. فبالتالي أنا باعتقادي الشارع العراقي عنده ثقة بالمرأة، وعنده ثقة أنه بقدرات هؤلاء النسوة في أن يحتلن مواقع مهمة. بس هناك من يتوقع أن يعني هذا التحول ينتقل أيضا إلى النخب السياسية ويجبر هذه النخب على إشراك النساء في، صار تحول مجتمعي لكن يبدو أن التحول السياسي يا أخي كلش بطيء. منافسة ذكورية، عقلية ذكورية تماماً. يشعرون بأن المرأة أصبحت منافسة لهم في مواقع مهمة، أن هناك كفاءات حقيقية تباري كفاءات الرجال في عدد من المواقع. يعني احنا ليش ما ننظر اليوم انه عندنا كفاءات ممكن تكون رئيسة وزراء، ممكن تكون رئيسة جمهورية، ممكن ان يكون في مواقع متقدمة تماما. وهذه اللي الدعوات اللي قرناها لشبكة النساء وعدد من المنظمات اريد ان ناقشها لو تسمحي لي فيما بعد. نعم. وهي ما اسميتوه هي قدها او طبعاً. هاشتاك او مجموعة مطالبات مو شكوا بيها. طبعاً. طيب دكتورة أزهار، يعني منذ بدء العملية السياسية وأنت مساهمة فاعلة ومشاركة وكنت وزيرة لشؤون المرأة، كيف تقيمين ما حصل من تحول البعض يعتبره تحول في الفترة الأخيرة في مزاج الناخب، في تحول عند بعض الشخصيات السياسية، وأيضا بروز المرأة كمبادرة ولها دور فاعل هذه المرة؟ شكرا جزيلا لقناة الحرة لإثارة هكذا موضوع الذي يثار دائما بعد نتائج الانتخابات. وأبارك للسيدتين الكريمتين الدكتورة ماجدة والدكتورة علي فوزهما في الانتخابات، وأتمنى لهما الموفقية. الحقيقة أنه الناخب العراقي، وأنا من خلال يعني نزولي إلى الشارع من أجل الترويج لاحظت أنه هناك استجابة من الشارع العراقي، سواء كان رجل أو امرأة، لأن يكون المرشح امرأة. ودائما كانت هذه الكلمة تتردد، احنا ما شفنا شيء من الرجال، احنا ندعمكم انتم النساء بل كنت تسوون شيء. بل عبارة هذه اللي تنم عن بساطة لكن عن صدق وعمق حقيقي. فهذا إذا دل على شيء، إنما يدل على أن المرأة العراقية عندما عملت كناشطة مدنية أو كسياسية في يعني في البرلمان أو عندما استلمت منصب تنفيذي أثبتت جدارتها، أو حتى على مستويات
أدنى في الجامعات في أي مكان آخر. هذا المستوى الذي وصلت إليه المرأة في هذه المجالات المختلفة وصل إلى الشارع العراقي حقيقة، وأقنع الشارع العراقي بأن المرأة ليست تلك المرأة التي لا يمكن أن نثق بها أو أنها لا يمكن أن تولى عليهم، بالعكس قلبت المعادلة لدى الشارع العراقي. فلماذا؟ لأنه إحنا بالتأكيد العراق لا يخلو من نخبة مثقفة واعية تسعى من خلال الإعلام، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى إبراز دور المرأة وإلى نقد كل المظاهر التي قد تحط أو تنتقص أو تهمش من دور المرأة في الحياة. بس دكتورة اللي شاركن بالانتخابات، لو تسمحي لي، اللي شاركن بالانتخابات أيضا بإسناد من أحزابهم، أيضا بإسناد من تياراتهم، هل شاركنا بعطائهم أم شاركنا بفعل إسناد زعامات سياسية؟ لا، الحقيقة معظم اللي شاركوا ولا سيما اللي شاركنا لأول مرة كان بإسناد من الأحزاب السياسية. وأنت تعرف مسألة الكوتا فيها إيجابيات وفيها سلبيات. ومن هذه السلبيات هي الفراغات حقيقة. يعني يعني اللي صادت يعني مبينة أنه دكتورة ماجدة هكذا عدد من الأصوات قد عملت طيلة فترة. وحصلت على هكذا عدد من الأصوات. وكذلك بالنسبة لي بقية اللواتي فزنا بهذه بالانتخابات. لكن نرى أنه العدد الكبير، وحتى نحسب إحنا غير الفائزات أيضا، لا كنا بدعم من الحزب أو لأنه عندنا يجب أن يكون هناك عدد معين من النسوة في القائمة. وهذا طبعا في حد ذاته شيء سلبي لا يعتمد على الكفاءة وعلى مدى التماس بالسياسة أو يعني امتهان السياسة. شكرا دكتورة. لو تسمحي لي فيما بعد أتحدث معك عن مشاركتك بالكابينة الوزارية وكيف كان دور المرأة في هذه الكابينة الوزارية. ست علية، طبعا مبروك على دخولك إلى قبة البرلمان، والسؤال اللي يفرض نفسه اليوم، وفود عديدة زعامات تتزاور فيما بينها لتقرير مصير البلاد، هل المرأة غائبة عن مصير البلاد؟ أنتن حصلتن على عدد من الأصوات يعني تؤهل العديد منكم للمساهمة الفاعلة في صنع القرار، لماذا هذا الغياب للنساء؟ في البدء تحياتي وتقديري وشكري لقناتكم المميزة، وأيضا للسيدات الفاضلات الضيوف وأختنا الرائعة الدكتورة ماجدة التميمي، ولكل مشاهدي قناة الحرة. ويشرفني جدا أنه أدخل كعضو جديد للعملية السياسية، وأدعي من الله عز وجل أن تكون لنا بصمة واضحة وحقيقية في هذه التجربة. في البدء أود أن أوضح أمر قد يكون ما مر على النساء اللي لهم سابق تجربة بالعملية السياسية. الأمر أنه هذه الانتخابات أو هذه التجربة تختلف عن الأخريات اللي سبقنها. بها تفاؤل عالي جداً مع كل السلبيات، مع كل الأشياء اللي صارت بها اللي تنتقد من قبل الناس، من قبل جهات معينة، على أنه هي لم تكن نزيهة بالمعنى الحقيقي للنزاهة، لكن في ذات الوقت هي تحمل تفاؤل كبير للشعب بوجود وعي. أين نجد الوعي؟ وجدنا الوعي حقيقة، أنا أحكي عن تجربة أنا خضتها مع بيارق الخير اللي هو حزب جديد. يعني حزب فتي لم يأخذ من الوقت الطويل لإثباته سياسيا على الساحة السياسية، لكن الحمد لله ربي أنه استطعنا أن نضع بصمة بالساحة السياسية الشائكة جدا، وقد لا تكون شائكة فقط. لو تسمحي لي دكتورة، يعني حديثنا عن مشاركة المرأة وأيضا في قضية تشكيل الحكومة، اسمحي لي بعد الفاصل أخذ رأيك عن هذا الموضوع. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. من جديد أعزائي المشاهدين، ودور المرأة في حوارات تشكيل الحكومة. دكتورة علية، كنا نتحدث عن
يعني هذه المفاوضات ونظرة العراقيين لهذه المفاوضات، رغبة العديد من الناشطات النسويات وأيضا المنظمات بأهمية أن يكون للسياسية العراقية، للمرشحة العراقية، للفائزة العراقية دور، هل يعني هذا الدور مغيب بحكم وجودكم ضمن سلطة زعامات لها عقلية ذكورية، لها عقلية بدوية، لها توجهات دينية مثلا تمنع، أم أن النساء العراقيات يعني لا زالت غير قادرات على الوصول إلى هذه المرتبة أو لا يحبذن المشاركة؟ بالحقيقة أنا لا أراها مغيبة، والدليل على هذا يعني لا أراها مغيبة بشكل مطلق. اعطيني صورة لو تسمح. الآن راح أعطيك صورة. أعطيني صورة. أعطيك واقع. لا لا، أنا بس أريد أسألك سؤال هذا. أعطيني صورة لمفاوضات بين وفود شاركت بالضبط طيلة هذه الفترة يومية. نعم. تطلع لنا هاي صور. أعطيني واحدة مرة بها صورة امرأة. طيب خليني أتكلم عن واقع اللي أنا أعيشه. يعني أنا من مؤسسي حزب بيارق الخير. نعم. وعضو أمانة عامة وعضو هيئة تأسيسية ومقرر الحزب، والحمد لله أنه أنا يعني فزت بالانتخابات وأنا نازلة الامرأة رقم واحد في بغداد. هذا الأمر لم يجعل الآخرين من إخواني اللي هما بالحزب أنه مثلا يضيعون علي فرصة المشاركة بالمفاوضات، والدليل أنه أنا والأخ الأستاذ الأمين العام اللي هو الأستاذ محمد الخالدي وراعي المشروع الدكتور خالد العبيدي، نحن في تشاور دائم مع بعض حتى في جلوسنا. يعني الآن بعد ما طلعت النتائج تقريبا لحد الآن في فترة زمنية قصيرة، لا نحن في تفاوض دائم، وأكون أنا موجودة في كل المفاوضات ويأخذ الرأي. بالعكس أنا لذلك قلت لك أنه هالمرة التجربة مختلفة تماما، لأنه الوعي مو بس عند المواطن العراقي اللي راح صوت للمستقل للكفاءة بغض النظر إن كان امرأة أو رجل. نعم. نعم. وأيضا أرى ثقة الشارع العراقي بالامرأة مثل ما تفضلت الدكتورة، وثقة السياسيين وثقة الزعامات، ثقة السياسيين أيضا، ثقة السياسيين لم أراها ذكورية 100%. وين ترجمتها على واقع الحال؟ على واقع الحال أنا من الناس المشاركة في كل يعني متواجدة مع أي، بس إذا تسمحي لي يعني قضية تشكيل الحكومة أكو 10-12-15 زعيم سياسي هم اللي يشكلون الحكومة، هذه إذا نحكيها طق بطق بالعراقي مو صحيح؟ بالضبط. فهذول ال 15 أكو بيهم من أفرد دور حقيقي للمرأة رغم مشاركتها الناجحة طيلة 15 عاما؟ احنا الآن لم نصل إلى النتائج النهائية. نعم. فيجب أن نبتعد عن الأحكام المسبقة. قد تتفاجؤون هذه الصورة بالشيء. الصورة اللي قدامك هسه احتمال تتغير. طبعا. طيب شكرا. يعني ممكن أن يكون لهم آراء أخرى، وأنا واثقة كل الثقة من خلال جلساتي ومحاوراتي مع الأخوة الزعامات تكون لها آراء، أنه تكون رح يكون دور للمرأة أكبر وأكبر دليل يراد لكم ثورة نسوية. لا، أكبر دليل قاد السيد مقتدى الله يحفظه ويسلمه بوضع الدكتورة ماجدة رقم واحد. طيب أنا أريد أروح على دكتورة ماجدة. دكتورة ماجدة، هناك تصريح للدكتور جاسم الحلفي يعني يتحدث فيه عن بالإمكان أن تتسلم امرأة مناصب مهمة، من وجهة نظركم ماذا يقصد؟ هل هناك اتفاقات داخل سائرون على المناصب المهمة؟ وأيضا يعني يدور الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي عن إمكانية صعود شخصية مثل ماجدة التميمي أو أسماء نسوية أخرى للمشاركة في الحكومة الجديدة. نعم، هو أولا شغلة استحقاق انتخابي. نعم. فبالنسبة لي أنا أعلى الأصوات في أكثر تحالف فائز، هذا رقم واحد. فلماذا بالنسبة للرجل يتم ترشيحه إلى رئاسة وزراء، لماذا المرأة لا؟ المرأة العراقية مشهود لها بالحرص والمثابرة والكفاءة والقدرة العالية على التحقق العمل. لاحظ أنه إحنا الظروف اللي دا نعمل بها المرأة العراقية دا تشتغل في بيئة توصف بتورسكي، خطرة جدا خطرة جدا، في مقابل مثلا أخذ رئيسة وزراء ألمانيا أو رئيسة وزراء بريطانيا، هم يعملنا في بيئة مستقرة، بيئة ما بها مشاكل، ولكن المرأة العراقية نجحت في أخطر بيئة في العالم. يعني الرجال في الدول الأخرى لا يستطيعون العمل
في العراق، ولكن المرأة تحملت ما تحملت ونجحت. مثلا أنا أعطيك مثال، لو هسه على البرلمان أتحدث أن المرأة، لو أخلي عناوين عامة، المرأة كانت أكثر التزاما بالدوام، المرأة كانت أكثر تركيزا للمواضيع المطروحة في جلسات العمل، سواء في الجلسات أو في اللجان، الاستجوابات أيضا عن طريق النساء، الاستجوابات الناجحة التي حصلت، مو؟ شون؟ الاستجوابات الناجحة التي حصلت نعم أيضا عن طريق نعم. المرأة أقل فسادا، المرأة أكثر شجاعة في الطرح وتشخيص نقاط الخلل، المرأة دورها الرقابي فاعل جدا. مثلا لو أخذ الاستجوابات، الاستجوابات إحنا طبعا النساء 82 من 328 أو 25% إحنا نسبتنا كنساء في البرلمان، عندنا الاستجوابات نسبتها المئوية 5% مقابل 3 استجوابات للرجال تبلغ نسبتها 1.6. فإحنا النساء 5% استجوابات، من غير أنا وحدي على وزير واحد أخذت 86 ملف خلال أول 6 أشهر من عمله، أول 6 أشهر من عمله 86 مخالفة مالية رصدتها على وزير واحد، وأنت أضربها في كل وزارات الدولة. نعم. فحتى النزاهة قالوا لي تحتاجين إلى هيئة نزاهة لوحدك. فالمرأة في الرقابة كانت حريصة وفاعلة وشجاعة. دكتورة، هل وصلنا أن المرأة العراقية خرجت من عباءة الزعامات، خرجت من عباءة السياسيين لتكون متفردة القرار، لها استقلاليتها ولها قوتها؟ هل لازلنا ينتظرن الإشارة من زعامات لترشيحهن، أم عملنهن كافي لإفراض فرض نفسهن على الساحة السياسية؟ والله أنا جدا أشكرك على هذا السؤال، وليسمعني الشعب العراقي بالملايين أكثر، وتسمعني كتلتي السياسية. نعم. من أول يوم دخولي في البرلمان من 2010 أنا أعمل وفق ما أنا أعرفه، عندي تخصص مالية، قالوا لي أنت تخصصك مالية، أنت تتخذي القرارات اللي تشوفيها مناسبة، تركولي الحرية وبعدين الإنسان يخلي نفسه بالزاوية اللي هو يختارها. فإذا من يشوفون النائب هو حريص ومواكب الأحداث والتقارير ويشوفون قراراته صائبة، تخلي نفسك بالمكان اللي أنت تريده، أما تكون ذو أهمية أو لا، يا أما تكون دمية في يد الكتلة وبيدك خالين حبل يقولوا لك نعم أو لا، ينزلوا ويصعدون إيدك. أنا إيدي ما رفعت إلا فقط للعراق، ومن نزلها غير العراق فقط. ما أخذ تعليمات من أي شخص كان، لأن أنا هذا تخصصي وأنا أعرفه وطوني مطلق الحرية، وأقولها بملء فمي. كتلتي أعطتني الحرية الكاملة في قراراتي، ويشهد الله على ذلك. ويجب أن تذهب إلى جلسات البرلمان، أحياناً الكتلة رافعة إيدها من الزئيب. دكتورة ماجدة، شكراً. يعني قبل، يعني بشكل سريع قبل أن ننتقل لست هناء أخذ رأيها، هل أنت متفائلة هذه المرة من دخول المرأة ماجدة التميمي أو أي شخصية أخرى فاعلة للمساهمة أو المشاركة أو الحصول على المناصب الكبيرة، من رئاسة برلمان، من رئاسة وزراء، من نائب رئيس جمهورية، نائب رئيس وزراء مثلا؟ نعم نعم، أقولها بكل ثقة، نعم. لأنه أنا يعني أعرف طبعا. إذن أكو تغير بمزاج السياسيين والزعامات؟ نعم، سماحة السيد مقتدى الصدر من خلى دكتورة ماجدة رقم واحد، وعرف ليش خلاها. نعم. وراد يعطي كمثال مثال أنه هذه مكانة المرأة العراقية. طيب. يعني خلينا نرجع للتاريخ بس دقيقة. نعم. واحدة، زينب بطلة كربلاء هي قادت أهم وأخطر فترة بعد معركة الطف. نعم. هذه بطلة كربلاء، هي امرأة في تيار إسلامي، الإسلام في. بالتالي إحنا المرأة العراقية الآن مشار لها بالبنان، فلماذا لا؟ طيب. أنا أدعو. نعم. إنه 50% من المناصب في كل الدولة العراقية تأخذها امرأة. إحنا المرأة. نعم. هي نصف المجتمع. طيب. فيجب أن تأخذ 50% بالمناصب في كل الدولة العراقية. شكرا دكتورة. شكرا دكتورة، نتمنى لك الموفقية، وشكرا على مساهمتك في البرنامج. شكرا لك ولضيفاتك الكريمات الرائعات. شكرا دكتورة. ست هناء، لديكم مبادرة شكوا بيها، مو؟ شكوا بيها. مو؟ شكوا بيها. شكوا الأمم المتحدة. نعم. بدعم من الأمم المتحدة. نعم. تؤكدون على أهمية
أن تأخذ المرأة دورها. ويبدو من حديث دكتورة ماجدة أن ثمت تغيرات واضحة بالمزاج بالتوجهات، وهناك خطوة فاعلة. هل وجدتم استجابة من الشارع أكثر بهذه مبادرتكم، أم وجدتم الاستجابة من القوى السياسية؟ يعني ولماذا مساهمة الأمم المتحدة بهذه؟ يعني هو جزء من قراءة من يعني التزامات العراق الدولية. نعم. في قضية وجود المرأة في عملية السلام والأمن وأيضا في المجال السياسي. نعم. هذه التزام دولي موجود على العراق، وخاصة العراق عنده خطة وطنية لتفعيل دور المرأة في عملية الأمن والسلام. هذه مسألة مهمة جدا. نعم. تطبيقا لهذه الالتزامات العراق يجب أيضا أنه إحنا في دور الكوتا، والكوتا هي جزء مهم لردم الفجوة في تمثيل المرأة ورفع مشاركتها في العملية السياسية. لكن للحقيقة اللي أقوله، يعني إحنا مثلا، أنا ليش أقول، لأن هم لحد الآن يعني مصرين على هذا التمثيل المحدود اللي يعتبروه 25% ونقطة بس، على أساس أن الدستور قال ربع مقاعد مجلس النواب هم للنساء لتمثيل الكوتا. بينما إحنا اللي نقوله كنساء، وهذا كان موجود في دورات سابقة، أن النسبة لا تقل عن 25. فالنسبة لا تقل هم يتجاهلوها. يعني الواضح أيضا مو فقط في مجلس النواب، أنا أعطيك أمثلة حية. في مفوضية الانتخابات تم تجاهل تمثيل المرأة في مفوضية الانتخابات كاملة، رغم أن قانون مفوضية الانتخابات يعترف ويؤكد على مراعاة التمثيل النسوي في مجلس المفوضية. أيضا شبكة الإعلام، شبكة الإعلام وهي هيئات مستقلة وما بيها. عندك شيء آخر، يعني إحنا كلنا نتذكر تموز 2017 من مجلس النواب كان أمام ترشيحات لمجلس الخدمة الاتحادي من قبل، مقدمة من قبل الحكومة العراقية. نعم. وعلى رأس هذا المجلس اثنتان من النساء ذوات الخبرة. نعم. دكتورة هدى أعتقد، دكتورة هدى ودكتورة وخولة. نعم. الأسدي، فرفضهم البرلمان جملة وتفصيلا بسبب أنه هم تحدثوا أن سلطة العقل الذكوري يمكن هيمنت، سلطة العقل الذكوري، وبعدين أنه سلطة أن هؤلاء مستقلات لا ينتمين إلى أي حزب. هذه المسألة تواجهها المرأة المستقلة ذات الكفاءة في محاربتها وفي عدم تقديمها لمواقع متقدمة. نعم. في صنع القرار. هذه أيضا جزء من العقلية اللي موجودة بالسلطة، مدام تمثل يعني جهة سياسية محددة فأنت خارج الإطار. لكن اللي أنا أقول أنه إحنا اللي مسنا بالشارع، يعني حتى التمثيل النسوي اللي إجا هذه السنة بالترشيحات إحنا اللي مسنا أنه بتمثيل عالي مهم، يعني سيدات أعمال، أكاديميات، إعلاميات، طبيبات، مهندسات، محاميات، وهذه مسألة يعني بمستوى تعليمي وبمستوى كفاءات حقيقة أنا وقفت أمامها فرحان. فلذلك انطلقت بهذه الحملة. طبعا، وهذه الحملة مو جديدة. يعني احنا هذه مستمرين عليها من سنة، يعني انا دا استرجع الاوراق اللي سويناها في حملة 2014. نفس الحالة، يعني كشبكة نساء عراقيات، دكتورة أزهار أيضا شاركت ويانا، قدمنا العديد من المذكرات، سوينا العديد من الاجتماعات ويا القوى السياسية. نعم. هؤلاء القوى السياسية نفسها قسم منهم موجودين. نعم. سوينا لقاءات وأكدنا على ضرورة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار بالحكومة، بوزارات سيادية إلى آخره. تم التجاهل تماما. أريد أعرف يعني أسباب هذا التجاهل من دكتورة أزهار، لكن بعد الفاصل، وأيضا دوركم بالكابينة الوزارية. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. من جديد أعزائي المشاهدين، والحديث والجدل حول مشاركة المرأة، أهمية دور المرأة في حوارات تشكيل الحكومة. دكتورة أزهار، يعني استمعت إلى رأي دكتورة ماجدة وأيضا إلى تأكيد ست هناء حول المبادرة ومشاركتك في هذه المبادرة، لكن هناك يعني سؤال يطرح. هل كانت يعني مشاركة النساء بالجوانب التنفيذية كانت مشاركة فاعلة لها بصمة حقيقية؟ كثيرا ما التقينا بك في فترات سابقة عندما كنت وزيرة لشؤون المرأة، كان ثمة شكوى من أن هذه الوزارة هي شكلية. نعم. هذه الوزارة لم تمنح إلا لأجل أن يكون هناك صورة أو برواز. نعم. لتمثيل نسوي. نعم.
اولا انا الحقيقه ما سمعت اي شيء من الكلام اللي قالته دكتوره ماجده، واتمنى ان يكون خيرا حقيقه. او بالنسبه لكن احنا موضوع المفاوضات، هي كانت تؤكد على ان هذا القضية غير بعيدة، يمكن ما سمعت الصوت، غير بعيدة من أن تكون المرأة لها دور في الأيام القادمة في المساهمة. نتمنى ذلك حقيقة، لأنه المثال اللي ذكرته الدكتورة يعني هذا مثال ما يقاس عليه. إحنا عندما نتكلم عن مشاركة المرأة في مفاوضات تشكيل حكومة نتكلم عن كل الكتل والأحزاب السياسية، لا نتكلم عن كتلة واحدة أو حزب سياسي واحد. لا. وإلى الآن أنت مثل ما قلت حضرتك إنه ما شفنا امرأة واحدة في فريق التفاوضات، وهذا مو بس الآن، في كل يعني بعد كل انتخابات وهذه الحملة لتشكيل الحكومة ما لا نجد امرأة، وإذا وجدنا امرأة واحدة مركونة على جانب وما إلى ذلك. الحقيقة أنا أرى أنه في الحكومة الانتقالية كنا 6 وزيرات، لاحظ، وقسم من هؤلاء النسوة أو الوزيرات كنا يستلمنا وزارات خدمية مهمة جدا، يعني الاتصالات، البلديات والأشغال، حقوق الإنسان. أما بالنسبة لوزارة الدولة لشؤون المرأة، على الرغم من أنها كانت وزارة بحقيبة، وأنا قدمت مقترح بعد أسبوعين من استزاري بتحويلها إلى وزارة بحقيبة، وبعدين تراجعت عن رأيي بالمناسبة، وسوينا لوبي بال 2014 ورفضنا قراءة مشروع قانون إنشاء وزارة الدولة بحقيبة، ورفضنا من حيث المبدأ، لم يقرأ المشروع. يعني وهذا مو فد شيء، يعني كنت قلقات من قضية دخولها في المحاصصة ودوامة المحاصصة، لأنه قضية المرأة حقيقة مو قضية مجتمعية فقط، إنما هي فكرية وعقائدية، ممكن أن توجه بتوجه معين ما يخدم المرأة حقيقة. وزارة الدولة يعني طالما سئلت هذا السؤال يمكن مرات، يعني مئات المرات، ماذا قدمت، وأنا أجيب لا شيء قياسا إلى ما تستحق المرأة العراقية. لكن أنا أجد أنه الوزير أو اللي في موقع تنفيذي مهما كانت إمكانياته ضعيفة، إذا أراد أن يصنع شيء يستطيع أن يصنع شيء. ما كانت عندي موازنة، لكن كنت أذهب إلى رئيس الوزراء أقول له انطيني ميزانية لكي نحقق كذا مؤتمر مثلا، أو كي نساعد كذا في عيد المرأة، ذهبنا إلى بيوت المسنات وما إلى ذلك، وفي يوم اليتيم. هذا مو عمل مؤسساتي، هذا مو عمل، لأنه طبيعة يعني الوزارة نبقى إحنا نحتاج شخص مزاج واحد يوزع هذه العطايا. لا لا، المهم المبادرة. إحنا المهم ما تركنا، شوف، ما تركنا مناسبة إذا لم تسهم فيها الوزارة. ما كان يصل إلى الوزارة، وعلى مسؤوليتي أنا كنت أنطي للمنظمات المجتمع المدني، وإلى الآن في بعض الأحيان من البصرة والناصرية والديوانية في المؤتمرات عندما نلتقي هم اللي يذكروني بأنه أنت أنطيتينا مساعدات، أنت طيبتينا. طيب أصواتكم كيف كانت فاعلة في مجلس الوزراء؟ في مجلس الوزراء هذا صوت، نعم، حقيقة يعني زميلاتي اللي كانوا موجودين يعني أغلبهم، نعم، إحنا 6 فعلا كان لنا صوت مسموع، ونسهم في المناقشات، ويعني نسرين بروار في اليوم قالت لي انت مذكره كويس يعني محضر الاجتماع، لانه كان في مساله مهمه وهي تحويل وزاره الدوله لشؤون الامن الوطني اتصور الى وزاره بحقيبه. فانا كتبت نقاط عديده قبل بيوم انا محصله على المحضر، وكتبت نقاط عديده بحيث نثبت تماما مشروع انه تحويل لها إلى وزارة بحقيبة. نعم. وبقية الوزيرات أيضا. كذلك لاحظ أنه شائبة الفساد فيما يتعلق بالتنفيذيات بشكل عام، ليس فقط الوزيرات، هي أقل مما موجود لدى الرجال. ورئيس الوزراء السيد الجعفري موجود، ويمكن أن تستشهدون به على كفاءة الوزيرات اللواتي كنا في تلك المرحلة. لكن الملاحظ أنه تدريجيا نقص عدد الوزيرات، وكأنهم تندموا بمشاركة 6 نساء، فلذلك بدأ التدرج إلى أن وصل. شوف هقول لك فتشغل، نعم، يعني في المفاوضات في الكتل السياسية الرجل القائد ما يحب المرأة اللي تقول لا أو اللي تقف في وجهها، شايف شلون؟ طبعا هذا بالعراق، في العراق طبعا بالعراق ليش في العراق ما يحب اللي تجادله، فعندما تقول له أنا ضد رأيك حيتخذ منها موقف،
هاي مسألة منتين منها ما يتقبل. احنا ديمقراطية عندنا فد اسم يعني فقط يعني عنوان اتخذنا، لكن كواقع وكتنظيم للعلاقة ألم يتغير مزاج السياسيين الزعامات السياسية؟ والله أنا أتصور أنا ما متفائلة، ما أعرف إيش تقولون على هاي الانتخابات هي زينة وما أعرف إيش، بالعكس أنا دا أشوف أكثر سوءا. يعني احنا يعني الكتل اللي دا تجي ولا سيما من محافظات إلها تركيبتها العشائرية والبدوية والريفية ولاءها عندهم ولاء يعني مطلق ولاءات هذه أصلا احنا يفوتون مية من ما يسلمون علينا النساء، احنا قاعدين باجتماع ليش ما يسلمون؟ أصلا ما يبوا علينا يابا ليش؟ قالوا أول مرة قالوا ملازم تقومي له، قلت ما يخالف أنا حضرب الأتكيت وأقوم. قمت همنا ما يسلم علي يا أخي، هذا شلون تريد يستوزرني؟ أنا يوم اللي يصير ماجدة التميمي وزيرة للمالية ذاك اليوم أؤمن بأنه يعني هناك فعلا تقدم حصل. تصير رئيسة وزراء؟ لا الطموح كبير يعني تطالبين. لا أنا تعرف ليش ذكرت المالية؟ لأن السيدة الفاضلة عملت في هذا المجال. نعم. طيب. وهي دقيقة في عملها حقيقة وبشهادة الجميع، يعني فشي ما يختلف. طيب. عليه اثنين. شكرا دكتورة علية. يعني هناك من يقول أن هذا التحول الحاصل بفعل ضغط نسوي وأيضا بفعل وجود نجاحات تحققت للمرأة العراقية، هذا لماذا لا يتم عملية تضامن حقيقية؟ لماذا لم يحصل لوبي نسوي من وجهة نظركم داخل البرلمان؟ هذا اللوبي النسوي طيلة 15 عاما لم نرى لوبي نسوي ضاغط. أرى المتحدثين جميعا يتحدثون عن تجارب سابقة ونحن في هذه التجربة الجديدة المتحدثات حتى تكون أدق ونحن جدد على العملية السياسية ولم ندخل قبة البرلمان بعد، يعني لم يعرف عملنا أو فاعليتنا في هذا المكان. إذا تلاحظ حديث الدكتورة ماجدة في تفاؤل كثير. نعم. وأيضا أنا أؤيدها بهذا التفاؤل. لماذا؟ نحن أتينا لهذا أو قررنا المشاركة بالعملية السياسية، ومثل ما تفضلت الأستاذة هنا أنه شفنا أعداد النساء كبيرة هذه المرة ومن مستويات وكفاءات متمكنة. لاحظ أنا التقيت كثير من النساء المرشحات لهذه الدورة، لاحظت أنه في كثير من تطابق الأفكار على أنه التغيير قادم، لكن التغيير قادم والقضاء على ما هو أدى بمجتمعنا إلى ما هو عليه اليوم. هذا التغيير لا يحصل بين ليلة وضحاها، ولا يحدث بكلام عابر من يعني نقول مجموعة معينة من النساء أو الرجال بغض النظر، لأنه إحنا الآن مؤمنين بعملية تغيير وثورة تصحيح هي شاملة يجتمع فيها الرجال والنساء، لأنهم الاثنين مكملين لبعضهم. أما موضوع تأثيرنا في قبة البرلمان أو بالعملية السياسية، أعتقد يجب أن تنتظرون حتى تشوفون شنو اللي راح نسويه حتى نثبت عملية التغيير، وأيضا نعكس هذا التفاؤل الذي تحدثنا به أنا وأختي الدكتورة ماجدة، أنه هو إثبات فعلي حقيقي على حيز التنفيذ. يعني الآن قبل شوي أنا قلت لك إحنا ما نعرف أنه مثلاً المناصب التنفيذية هل ستكون فيها امرأة أو لا، رغم أنه إحنا مشاركين بالحديث. أنا واثقة جداً لم أكن أتكلم عن نفسي. أنتوا غيابكم يعني هو راح يعطي شرعية، يعني غيابكم من المفاوضات يعطيهم شرعية من غيابكم في المشاركة. غيابنا بالمفاوضات أستاذي لأمر أنتوا الآن يعني من يقولون تفاوضوا يتحدثون عن رؤساء الكتل فقط، وإحنا ما نملك امرأة رئيسة كتلة. فإحنا موجودين بالمفاوضات، يعني مثلا خلي نقول مجموعة طلعت مثلا من تحالف النصر بها فلان وفلان وفلان وفلانة، لكن لم تذكر لأنه ما قاعد يذكرون اللجنة اللي دخلت بالمفاوضات، فقد تكون من بينها لها امرأة. لها تأثير قوي لو مثل ما أشارت الدكتورة أزهار، يعني أحيانا مكملات وأحيانا إحنا نعرف قرايب
قرايب فلان، مقربة لفلان. أعتقد هذه التجربة مختلفة تماما، تماما مختلفة، وسيكون إن شاء الله ربي نعم. بعون الله تعالى وبهمة. ترى راح نستضيفك في حلقات أخرى وتراويني مؤكد. تراويني الأشياء الجديدة مؤكد تراويني أكولوبي نسوي، تراويني هذا التفاؤل تترجمي أمام الناس بشكل فاعل. ما أقول لوبي نسوي وإنما أقول ليش خفتي من اللوبي نسوي؟ شنو الخوف من اللوبي نسوي؟ لا خليني أقول لك. نعم. الرجل والمرأة مكملان لبعض في بناء المجتمع. طيب. وأنا مع فكرة الخمسين. يعني إحنا موضوع الكوتة دخلنا استجابة لما موجود في الدستور. نعم. لكن إن شاء الله ربي سنعمل جاهدين على أنه مو هي موضوع أنه أريد أرفع الكوتة، لا. نعم. وإنما موضوع يجب أن يكون الوعي قائم. نعم. بين أفراد المجتمع كامل. على أنه المرأة والرجل يكملان بعض. يعني هذا أمر، هذا قانون سماوي. طيب شكرا. انه العفو. نعم. حتى يعني حتى رب العباد بالعمل الصالح لم يقل من يعني طيب. اللي يقوم بالعمل الصالح امراه او رجل. شكرا دكتوره، لو تسمحي لي فيما بعد يعني اخذ راي ست هناء بما طرحتيه، لكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين فاصل ونعود. المراه و حوارات تشكيل الحكومة، ولازلنا في هذا النقاش والجدل. وست هناء يعني استمعت إلى رأي دكتورة علية بنوع من التفاؤل، لكن هذا التفاؤل أيضا لازم يستند. يبدو أن ثمة تصريحات لبعض النائبات أيضا من باب التفاؤل، خلي أذكر لك إياها وأعرف رأيك. النائبة زينب الخزرجي: الدورة المقبلة لمجلس النواب ستشهد تغييرا نوعيا بالمناصب، وتضغط باتجاه أن تتسلم المرأة مناصب وزارية ورئاسة لجان نيابية، وهذا حق طبيعي كفله الدستور. هل هذه الآراء بها قراءة للواقع أم بها تفاؤل فقط، أم هناك مستجدات على الساحة السياسية ستفرض نفسها؟ أنا أتمنى حقا أنه هو هذا التفاؤل جاي من أنه الشخصيات اللي فازت، يعني أتمنى فعلا عندها إرادة لمواصلة تمثيل النساء بشكل حقيقي، وهذا التفاؤل نتمناه، يعني إحنا نطمح إليه، ونطمح فعلا زميلاتنا في داخل مجلس النواب أن يكون لهم صوتهم العالي في يعني تمثيل أو أن ينلنا حقوقهم مشروعة يعني في رئاسة ستهنا. أريد أعرف من حضرتك ما الذي تغير في العقلية. دكتورة أزهار قالت بشكل صريح ومباشر، قالت إذا هو يفوت من يم النائب والزعيم ما يسلم علي، شلون هذا يفكر بأن باستيزاري؟ لا، مو صحيح، مو سهلة. مو أنا سهلة. أقولها مو سهلة. نعم. بس مع ذلك أنا اللي أقول الأحداث الأخيرة، يعني نعم. رغم محاولات التهديدات اللي نالتها المرشحات خلال الفترة الدعاية الانتخابية إلى آخره، ما قلل من قيمة انتخاب المرأة، وهذه مؤشر إيجابي. أنا أعتقد تبقى هي أنه هاي ما راح يجيبوا لنا إياها على طبق منفضة. نعم. ولا أبدا. ينتزع هذه القضية، تنتزع من خلال هم حركتهم وعملهم وأدائهم والإسناد اللي راح ممكن ينوجد لهم من خارج البرلمان. هذه أنا أقول القضية هي عملية نضال وعملية تصميم وعملية تحقيق. هل النائبات يؤمننا بهذا النضال؟ يعني أنا إذا أشوف يبقى حقيقة يبقى يعني من خلال عدد. حديث دكتورة علية يعني يبدو أن يعني لا توجد خطوات حقيقية وفاعلة ومزاج بصناعة لوبي نسوي، بصناعة أدوات ضغط. طيلة الأعوام الماضية نتحدث، لكن عند دخولهن إلى قبة البرلمان تبدأ عملية المساومات وتشترك النساء مع الرجال بالولاء للزعامة. صحيح. إحنا كمنظمات مجتمع مدني وضعنا أمامنا الخطة التالية، وهي هاي خطة طويلة الأمد من زمان. نعم. ضرورة تشكيل كتلة نسوية في داخل البرلمان. رغم فشل هذه يعني عدم تحقيقها طوال الانتخابات السابقة كلها، لكن أنا أعتقد بدت شوي شوي تنضج. إحنا ما نطمح 85 امرأة ممكن يتفقون على أن يكونون هم اللوبي بكاملة، بس على الأقل أكو نواة. لو وجود نواة، وأنا باعتقادي بالفترة الأخيرة من مجلس النواب صارت هذه النواة، النواة النسوية تشكلت يعني حركة من خلال النائبات اللي كانوا في البرلمان. بس هنا احنا نحكي على المناصب التنفيذية. بصراحة الآن آراء الناس تقول لك استلم المناصب التنفيذية،
هل هنالك اختلافات جوهرية؟ هل تحقق شيئا في وزارة الصحة عندما كبيرا في أمانة بغداد عندما أتت كلكم تفاءلتم وفي في وجود امرأة لأمانة بغداد، لكن هذا الواقع اللي تشوف في تدني في مستوى الخدمات وأيضا ولاءات واضحة للزعامة، بس ولاءات وأيضا محاربة أحيانا تصير بيها. بس اللي أرجع وأكد عليه طبعا الشخصية النسوية نفسها تتحمل أيضا كيفية تقاوم أمام التحديات اللي تواجهها، وهذه مسألة إذن نحتاج إلى إرادة، تحتاج إلى إرادة وتحتاج إلى فريق عمل يسندها في العمل. هذه مسألة مهمة. يعني العمل الفردي إذا كانت وزيرة أو كانت في منصب تنفيذي عالي وحدها ما تقدر، إذا ما موجودة تستند إلى خبرة يعني من فريق عمل محدد وحتى يكون نسوي. لأن أنا شفت مثلا عدد من عندهم يستندون إلى فريق رجالي، أقولهم ليش استندوا إلى فريق نسوي يسند عمل لكم في داخل هذه الهيئات؟ هذه مسألة مهمة. إبرازها مو أنه أنا أستلم منصب تنفيذي معنى ذلك هو أنا أمثل نساء العراق، لا، إيش قد أقدر أجمع معي من المحيط النسوي اللي يمكن يدعمني وفريق بخبرة وبنزاهة وبإمكانيات. وأنا أعتقد بهذا الشكل ممكن تكون المرأة تواجه تحديات وتكسر هذا الحاجز اليوم اللي إحنا نشوفه من قبل القوى السياسية. شكرا ست هناء. دكتورة أزهر، في هذا الإطار، في إطار ماذا حققت المرأة في الجانب التنفيذي، كيف نستطيع إقناع الذين يشاركون معنا في الضغط باتجاه تنصيب المرأة مدير عام ووكيل وزير؟ هل فعلا كان لديهم دور استثنائي يمكنهم اليوم من أن يحصلوا من جديد على مناصب أكثر؟ نعم، الحقيقة في كثير من الأمثلة ممكن أن احنا لا ناخذ الجانب السلبي فقط. انتم ذكرتوا نموذجين قد يكونان سلبيين، لكن احنا نذكر ايضا نماذج ايجابيه خلال تولي بعض السيدات مناصب تنفيذيه سواء على مستوى وزاره او وكاله وزاره. عندنا وكيلات وزاره صار لهم 12 13 سنه هم في مناصبهم مع اختلاف الوزارات، وهذا اذا دل على هن مستقلات. ويعني دكتوره هاله او ست هاله صور وكيل وزير صار لها كذا سنه، ومن اكثر يعني كانت وزير الداخليه في وزاره الداخليه بعدين من الخارجيه وكذا. فهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على كفاءتها، وهذا اللي خلاها تبقى في المنصب. فإذا هنا احنا عندنا من نقول مناصب تنفيذية، حقيقة أنا لا أحدد بالذات فقط الوزارات، احنا عندنا هرم في تنفيذي. يعني بعيدا عن التفاؤل والتشاؤم، لأنه هذه التفاؤل والتشاؤم ما ينبني على فراغ، إنما ينبني على معطيات معينة. هذه المعطيات إنه كم من المناصب التنفيذية سنحصل عليها على مستوى الحكومة؟ حقيبتين وزارية، 3-4، نرجع أدنى وكلاء الوزارات، نرجع عمادات الكلية، رؤساء الجامعات. عندنا كم جامعة في العراق ولا رئيسة جامعة؟ وعندنا نساء برتبة بروفيسور، أستاذ، ها هي بعد ما تلقى. لا، ودكتورة أزهار، يبدو أن هناك تأبيد لقضية المحاصصة. إحنا صارنا أكو وكلاء وزراء ومدراء عامين من 2003 لحد الآن ما يتغيرون. هو هاي هذا لأنه الولاء المطلق إلى الزعيم السياسي. إذا تسمح لي أكو نقطة مهمة جدا واجهتنا عام 2010 عندما طالبنا بأن تكون هناك أكثر من وزيرة، كان فقط وزيرة المرأة وانسحبت فيان وخلينا هوشيار زيباري حقيقة. فبعض النساء من كتل معينة قالوا ليش خابسين نفسكم؟ أصلا شرعا ما يصير المرأة وزيرة. هم يفرقون بين أنه تصير نائبة لكن ما تصير وزيرة، لأن في الوزارة أكو اتخاذ قرار وما يصح هي تساهم في الحصول على على الامتيازات، ما يخالف بس لأنه لا تولى امرأة. هاي تفسيرهم، هذا التفسير الديني. مصيبة هذا أدنى. هي تصير أن تكون عضو في البرلمان لكن ما يصير تقول والله هي بهالعبارة. أنتوا ليش خابصين نفسكم؟ كنا طالعين وآلة طلباني ألقت بيان وخابصين
خابصين نفسنا وما نريد ندخل للجلسة، نريد وزيرات أخريات هي تقول لنا ايش خابصين نفسكم، شرعا ما يصير تكون المرأة وزيرة. فأنت كيف هاي العقلية موجودة لا زالت في البرلمان، وممكن صعدت قسم منهم يعني يحملون نفس العقلية والذهنية هاي، احنا من هذا نخاف؟ نخاف مو لأنه ما نقدر نواجه، لكن نخاف لأن هم في موقع صنع القرار، هم اللي حيصوتون على الوزراء مو احنا. شوفين انت المفاوضات الآن نفس الزعامات السابقة رغم ما حصل عليها من جدل، رغم اتهاماتهم بالعديد، لكن ما جاي نسمع. للأسف اكو نساء ممكن ان يكون مرشحات هذه المره، شنو المشكله؟ لا ما هي احنا مجتمعنا ما تغير شيء بي، ترى احنا بنقول ما يصير تغيير بين ليله وضحاها، يا ليله وضحاها، ما احنا اكو نضال نسوي صار لنا من العشرينات، ثوره العشرين وثمانية واربعين وثبت الكانون. بس دكتوره نزيهه دكتوره نزيهه صارت في اول جمهوريه، كانت في الحزب الشيوعي، وبعدين حتى في زمن البعث استوزرت سعاد ايضا. نعم. يعني في نوع من الوجود، يعني هذا نضال الى جذور تاريخيه. إذن نحتاج الى نضال، عندنا قياديات في احزاب، حتى في حزب الدعوه نساء قياديات، وينهن؟ ليش ما يصعدن للمناصب؟ اي وانت هاي ما راح تدفع كراسينا المحاصصه، احنا رايدين نساء مستقلات، مو صحيح؟ ما يخالف. هذا احنا من الاحزاب وما نقدر نصعدهم. طيب. نجيب مستقلات. طيب لو تسمحي لي بقت الدقيقتين الاخيره دكتوره عليه، ما هي الوسائل الممكنه يعني في سبيل الحصول على مناصب المراه؟ هل الوسائل قانونيه أم نبقى في إطار الضغط المجتمعي من وجهة نظركم؟ الحل اللي يشوفونه ممكن أنت إدامة تبحث الضغط. عن الحل أنه لدخول المرأة إلى المناصب التنفيذية؟ أعتقد أنه بالمناصب التنفيذية للرئاسات الثلاث ما أعتقد راح يكون بها النقاش أو الضغط اللي إذا أنت من هسه متشائمة. لا لا لا، ليش ما نرفع سقف المطالب؟ نتكلم الآن عن واقع. نعم. الواقع احنا الان الواقع انتم تفرضونه بالضبط وجودكم، لكن انت قبل قليل قلت انه لا زالت هيمنه كتل وزعامات لا زالت موجوده. من الذي يزحزح هذه الزعامات؟ هل يمتلكون شرعيتهم الان؟ اكو نساء حصلت على اصوات كثيره، لماذا لا تكون هي زعيمه؟ اراده النائبه اللي صاعده هو هذا. فعندما تجتمع ارادات النائبات اللي الان فازوا بالبرلمان، ذيك الساعة أعتقد راح تكون هناك قوة لتغيير القرار. طيب ما نحتاج إلى تشريعات، إلى قوانين، إعادة النظر أكيد في بعض الضوابط، إعادة النظر في الهيئات المستقلة وتمثيل المرأة. مؤكد، يعني إحنا الآن بالدستور كثير من القوانين، وإحنا الآن أصبحنا أعضاء سلطة تشريعية بإذن الله. كثير من القوانين تحتاج إلى تغيير وحذف وإضافة. هل أنتم عازمات على أن يكون الله. لديكم؟ إن شاء الله إن شاء الله. فالأمر مثل ما تفضلت الأستاذة هنا يعتمد على إرادة النائبة والإرادة. نتمنى لهذه الإرادة أن تكون واقع حال في البرلمان القادم. في ختام حلقة اليوم أتقدم بالشكر الجزيل للضيفات الكريمات الناشطة هنا أدوار رئيسة جمعية الأمل، والدكتورة أزهار الشيخ لي الوزيرة والنائبة السابقة، والدكتورة علي الإمارة المرشحة الفائزة عن قائمة بيارق الخير، ولضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة ماجد تميمي عضو مجلس النواب العراقي. للمزيد من المعلومات راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. تحية لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.